وللمزيد حول ما يجري في حلب معنا الناشط الإعلامي عمار الحلبي. أهلا بك عمار، ما المعلومات المتوفرة لديك حول عملية تحرير حاجز الميتم وتقدم الثوار على تلك الجبهة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، تمكن الحمد ولله الحمد اليوم الثوار من تحرير حاجز الميتم الواقع بجانب المخابرات، فرع المخابرات الجوية، وتم قطع طريق الإمداد الواصل لفرع المخابرات الجوية في حلب اليوم. كما دارت اشتباكات عنيفة اليوم في حي العمرية على جبهة العمرية، وكما استهدف الثوار عدة مباني كان يتمركز بها جنود الأسد، وقاموا بعملية استشهادية وقاموا بتفجير عدة مباني، وتم ولله الحمد قتل عدد كبير من عناصر قوات النظام. نعم عمار، بعد عملية التحرير هذه على هناك، يعني هل هناك نية لدى الثوار للتقدم وتحرير فرع المخابرات الجوية أو أجزاء داخلها؟ ان شاء الله اخي، فرع المخابرات الجويه هو محاصر من عده ايام، وان شاء الله سيقوم الثوار باقتحام هذا المبنى في القريب نعم العاجل ان شاء سيد الله. عمار الحلبي ناشط إعلامي، نعم كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك.